الحمد لله سري مع نفسي وعمري ما بطلعه لحد الحمد لله، بس للأسف أوقات كتير بحس إنه حمل عليا. أنا فعلا غصب عني كنت بتكلم مع حماتي على حاجات تخص أسرتي، لأنهم أحيانا كانوا بيزعلوني وكنت بتكلم معاها وبسمي ده فضفضة، بس طلع غلط جدا وندمت، مع إنها حرام ما طلعتش سري بس هو غلط وأنا ندمت وعمري ما هعمل كده تاني. السر اسمه سر عشان ما يخرجش من داخلك، إذا ما استحملتش تشيل سر نفسك فلا تلوم غيرك. أحسن. الحقيقة كان الإمام الشافعي كان له تقريبا بيت شعر أنا كنت قريته له علاقة بكده، إنه يعني إذا ضاق صدرك بسر فما تتوقعش غيرك إنه صدره يبقى أوسع من صدرك، يعني بالظبط بالظبط حاجة كده. المشكلة إنه الستات مش بتعرف تمسك لسانها، يعني ممكن تحكي لحد ملوش علاقة بالموضوع إنها تعرف واحدة حصل معاها كذا وكذا، بس لازم تحكي عشان كده الواحد اتعلم يحكي لربنا. بس اللي عايز ينشر خبر يقوله لست هينتشر اسرع من اي قناه. الناس اصلا ما بقاش عندها ضمير، اول ما تقول لحد على سر تلاقي كل الناس عارفاه وكل واحد يقول اوعى تقول لحد، والسر يفضل يلف ويدور لغايه اما يرجع لصاحبه ربنا يرحمنا.